طيب يعني مساء الخير يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناه النادي الاهلي العظيمه والجمهور العظيم الحقيقه اللي احنا مدركين انه يعني ينتظر الان نتائج الاتصالات الايجابيه التي جرت وقرارات اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الطارئ اللي انعقد اليوم في تمام التاسعه لبحث ما اثير بشان مباراه بيراميدز غدا في الدوري في الاسبوع 25. الحقيقه انه إن شاء الله مباراة الغد ستكون بحضور جماهيري، وده يعني انعكاسا للاتصالات الإيجابية التي جرت من قبل المسؤولين في الدولة، خصوصا الجهات الأمنية واتحاد الكرة بالكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي الأهلي. وده الحقيقة بيأتي في إطار حرص الجميع على الخروج بالبطولة، بطولة الدوري، إلى بر الأمان والحفاظ على المنظومة والحفاظ على مبدأ يعني تكافؤ الفرص، خصوصا النادي الأهلي ملء الثقة الحقيقة، مجلس إدارة النادي ملء الثقة في جماهيره الواعية العظيمة اللي قدمت المثل والقدوة في المباراة الأخيرة في سان داونز، وكان هناك تعاون إيجابي كبير أثناء الدخول والخروج من المباراة مع الأجهزة الشرطية والكل أشاد به، وبالتالي احنا محتاجين نبني على هذه الخطوة لتعود الملاعب تعج بالآلاف من أبناء مصر ومشجعي كرة القدم، فمصر كبيرة وتستحق أن تشهد بطولات على أعلى مستوى. فيعني دون الخوض في أي تفاصيل، كل التحية والتقدير لكل الجهات الحقيقة اللي تواصلت مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص الحقيقة تقديرا لجمهور النادي الأهلي أنه يتمسك بحق النادي الأهلي ويحفظ هذا الحق في إطار تكافؤ الفرص المعمول به. وبالتالي يمكن القول أنه الاجتماع انتهى، الأزمة انتهت، بكرة إن شاء الله المباراة ستقام بحضور جماهيري بإذن الله. وإليك الميكروفون لاستكمال هذه الحلقة التي نتابعها كابتن إسلام. شكرا جزيلا يا أستاذ شريف، ولكن هل في عدد محدد؟